استخلاص الكرة تبقى خطيرة. المتصل بالله فؤاد وركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة الكهرباء. وفريق الكهرباء شوف الكرة والإعادة من محمود خليل. وبالتالي القادم من الخلف المنتصر بالله فؤاد سدد الكرة ولكن اصطدت الكرة بيد علي محسن وبالتالي ركلة جزاء بقرار من حكم المباراة محمد سلمان. ومحمود خليل يتقدم بالكرة. الله هدف أول للكهرباء، هدف أول للكهرباء عن طريق محمود خليل، يسجل أول أهداف في المباراة ويسجل الهدف رقم 11 له هذا الموسم مع فريق الكهرباء، ويصل لهذا الرقم من خلال تسجيله لأول أهداف في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة. سجل في الدقيقة الثامنة، حط الكرة على يسار حارس المرمى حسين علي جولي، وحسين علي جولي على اليمين، وبالتالي محمود خليل يسجل أول أهداف في المباراة. هلوفا كرة مقطوعة لأموري، يحاول أموري سدد. الله جول، هدف جميل، هدف جميل ورائع لأموري فيصل، يسجل هدف من الأهداف الجميلة، من الأهداف الجميلة. اي والله هدف رائع للاعب الشاب الممتاز الممتع والرائع أموري فيصل، يسجل هدف من الأهداف الجميلة. صاروخ 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 من أموري يسجل من خلاله ويتقدم بالهدف الثاني، بالهدف الثاني للكهرباء. شوف 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 هوبا 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 هوبا. الله 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 على جمال الهدف. الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف الجميل، يا ولد على هذا الهدف الرائع، هدف جميل ورائع. جمع الفريقين موسم 2008-2009، يعود إلى الفار، يعود إلى الفار الآن للمرة الثالثة على ما أعتقد، يعود للفار حكم المباراة. هذه الكرة إذا ما كان فيها تلامس وإذا ما كان فيها، شوف زاهر ميداني وأمجد راضي، محمد قاسم هداف الفريق يتقدم. جول لأربيل، هدف لأربيل يقلص الفارق الآن، يقلص الفارق الآن. محمد قاسم الصيف يسجل هدف ويصل لهدف 11 هذا الموسم، وبالتالي يقلص الفارق في الوقت المحتسب بدل عن الضائع، الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع. هل يعود، هل يعود أربيل ويسجل هدف التعديل، ويسجل هدف التعديل. شوف الكرة على يسار حارس المرمى الحارس عمار علي اللي كان في الاتجاه الصحيح ولكنها كانت صعبة وكانت بعيدة، وبالتالي يقلص الفارق الآن